كل العالم ببطل فيه حروب وهيك. اسمنا غندور حب السلام. لا عن جد انا مع السلام. لا انا مع السلام. جد جرينا هالبنت. انا مع العلم. انا الاول. انا مع الباذنجان يلي دقته هلا كثير طيب. كثير كثير طيب مع الجوتشيز. على كل حال رح نروح لعندكم نرجع نكفي الطبخات الطيبه مع الشيف حسين. اهلا وسهلا فيكم عن جديد. قبل شوي حكينا عن عجينه البيتزا وهلا بدي افرجيكم بدنا نعمل صوص البيتزا قدامكم طازه رح تكون. خليني اجيب الصوص من هون. هيدي البندوره طماط بيلد بنحط لها حبق طازه. الحبق بيعطيها نكهه كثير طيبه. اوريجانو كمان رشه صغيره. ملح. واهم شيء بقلبها اهم شيء تحطوا شو؟ زيت الزيتون. زيت الزيتون بيعطي نكهة شيء كتير رائع. هذا زيت الزيتون. هلا أنا حطيتهم حاطحنهم. في اطحن البندورة بالأول برجع بحط كل شيء بدي حطه فوقه برجع بخلطها على جديد. أنا هيك بعملها تطلع خالصة كلها سوا معي. بتنطحن كلها سوا. هلا بدنا نطحنها لحتى تفوت المواد ببعضها وتنعم البندورة. إذا بتلاحظوا اللون تعولة عم يفتح شوي صغيرة. اللون فتح كرمال سبب واحد هلا بنحكي عنه. أوكي. أوكي. اللون فتح صار لون البندورة فاتح شوي صغيرة بسبب واحد إنه حطيت الزيت وخلطته وخفقته كله سوا مع بعضه وطحنته مع بعضه. هذا السبب صار اللون فاتح شوي صغيره. نحن فينا نعمل شغله نطحنها بالاول لحالها كلها سوا بعدين نحط الزيت والحبق واي شيء بدنا اياه بضل لونها احمر طازه. انا عملتها هيك كرمال اسرع لإلي بالحلقه بس. اوكي هيدي الصوص عنا جاهزه. هيدي هلا شو شايف؟ الرويق. انا كثير بحب الريحان والحبق. الحبق راح ريحته كثير طيبه وطعمته بال لك هودي الصوص بيقدوا لبيتزا وحده معي؟ انا حط اليوم على بيتزا وحده. هيدي العجين. هاي العجينه اللي عملناها قبل شوي. هلا بعد لك يا حسين اجت البلوي. اوه اجت شو قلت؟ اجا مين؟ البلوي اجا يعني اجا جوزيف. ايه وشو قلت قبل؟ الصوص بيتزا وحده بس بيتزا وحده مترين ونص. برافو باي. مترين ونص مترين و30 سم لالي. حصتك محفوظه. اوكي هيدي العجينه مهضومه ما هي رولا سلمت عينا رولا زاد كثير. اوكي هيدي العجينه هاي الطريقه. هي ما شفنا كيف فتحتها على ايدك يا حسين. هلا نفتح وحده ثانيه. كنا متهيين احنا ورولا. هلا رولا دائما عم تلهينا رولا. اوكي يلا برافو. هلا بنفتح بعد شوي وحده وبنعمل شو صغير فيها كمان لحتى كمان فيك تعمل هذا الموضوع. اوكي هيدي العجينه فتحناها. اهم شيء قد ما فينا نرققها ونعملها رقيقه للعجينه بتطلع اطيب وبتطلع محمصه كثير. بتطلع اطيب بكثير. هذا بالنسبة للعجين. هيدي أول وحدة. خلينا نطبقها. طيب إذا كانوا المشاهدين عندي سؤال صغير. طيب أنت كفي كفي كفي. أوكي. أنا سؤال إذا كانوا المشاهدين ما بيعرفوا يمدوها على إيدهم. فينا نستعمل الشوبك. الشوبك عادي. هلا بنفرجيهم وحدة يمكن بالشوبك شوي أوكي. صغيرة. أوكي. أوكي. وبنرجع بنفرجيهم وحدة على الإيد. أوكي. ونرجع بنفرجيهم وحدة بالشوبك. أوكي. أوكي. هيدي العجينة اللي كان هلا بعد شوي. أول شيء الصوص. اول شيء الصوص هاي الطريقه الايطاليه المضبوطه 100%. العجين حطينا بقلبها ملح. هلا بنحكي عن الريسبي تاعولا. اول شيء بنحط الصوص فوق العجين بعدين الجبنه وبعدين اي شيء بدنا نحطه بنحطه فوق منا بنرجع. وليش ما بحط الجبنه فوق الشامبينيون والزيتون؟ تبع انا عم اطرح عليك اسئله عم تفاجئ بس انه رح توصل هيدا لانه كلهم شو بيعملوا بالبيت بيجوا بيحطوا الخضره اول شيء بعدين شو بيعملوا بيجوا بيحطوا بعدين الجبنه من فوق. بالبيوت بيعملوا هيك شب بس نعم. الافضل انا بفضل عارف كيف لانه هي الطريقه الصحيحه كمان نعم. اول شيء عم تحط شامبينيون او جامبون او اي شيء عم تحطه عليها نعم. عارف كيف على عم ببين كل شيء عليها من فوق منظر حلو مثل فليفلي مثلا غير هيك انه الجبنه بتعلق المواد على العجين صح مزبوط بتعشق الصوص مع بعض بصير شقفه وحده كلها سوا رح اجيب لك شوبك انا اوكي اوكي هيدي وحده وكمان نصيحة كتير حلوة وصغيرة
خلينا نجيب جبنة البارميزون اللي مبروشة عنا. اوكي على مهله سرقة يعني. رشة صغيرة هيك، رشة صغيرة هيك بتعطي نكهة كثير طيبة بقلبها، مانا أساسية فيها بس بتعطي نكهة كثير طيبة. وأنا دائما بقول ما تقولوا لحدا كونه ما حدا عم يحضرنا يعني. فينا نخبرها. اوكي هيدي مثلا بيتزا، فينا نحط زيتون، فينا نحط فطر. اوكي اوكي هلا نقطعها. رح نجيب شغلة إن قصدك تحط عليها انت شامبينيون او شامبينيون. طيب. زيتون، فينا اي شيء بالبيت، المدام مثلا بالبيت اي شيء بتحب تحط على البيتزا فيها تحط. أوكي. جامبون، شامبينيون، مرتديلا، ثوم، خضره، شو ما بيخطر ببالها فيها تحط على البيتزا. طيب ليك هيدي الصوص اللي الشيف شادي عاملها هون، الاطيب صوص بالعالم، صوص الفليفله. إيه لا بس انه كمان يسمع حدا بس. هيدي صوص الفليفله فينا نحطها مثلا تنقول اللي عنده صوص ببيته معموله مطعمه بالفليفله او مطعمه بالبروكولي او شيء، فينا نحطوها محل صوص طماط. بتطلع كثير طيبه، بس انا اليوم شف انا حطيتها إيه؟ قدامي قصدا بدي اخترع فيها شغله كثير طيبه. كثير طيبه في حدا غيري بيخترع. بتطلع كثير طيبه. واو 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 طيبة. هلا اللي هي شو هي؟ اللي هي بيتزا بس مش على العجين، على الباذنجان. شفت عرفت؟ هيدي فليفله ثلاث الوان، حمراء، صفراء، خضراء. اوكي. اوكي. هاي الالوان بفوتوا ببعضهم بصير يعني منظر بيتزا حلو، انه الالوان فاتت ببعضها كلها سوا. هلا صار في عنا بالبيتزاريات اوكي بلبنان بيقولوا انه بيتزا لبنانيه. بيتزا لبنانية مع هيك بيقولوا اللبنانيز بيتزا وبيسموها اللي هي فيها الجمبون والشامبينيون كثير بيحبوها بلبنان والزيتون. مزبوط صح. اوكي هيدي كثير معروفة بالبيوت. أوكي. بحبوها كثير وبيعملوها كل النسوان بالبيوت يعني بيعملوها، بيحطوا جمبون، بيحطوا مرتديل، شامبينيون. هيدي أكثر شيء بتنعمل بالبيت يعني. فنحن عم نفرش الطريقة العجين كيف، وهلا بنعلمكم العجينة كيف تنعمل. بس بدنا نفتح هلا بعد شوي صغيرة وحي ثاني اوكي قدامهم، بس انه نفتح العجينه قدامهم ان كان بالشوبك او ان كان على الايد. اوكي هون جاهزه هلا صارت؟ هيدي جاهزه. بحط لك اياها بالفرن. اوكي الحراره شو بتكون الحراره؟ الحراره لازم تكون 180 180 درجه. ما بدها وقت. اوكي ما بدها 180 يلا. اوكي هلا بنفتح وحده على الشوبك. يلا وبنفتح وحده على الايد، شو رايك؟ اوكي بس تيرجعوا بس يشوفوا المشاهدين. شو صار؟ والنصيحه وين؟ اوكي النصيحه وين؟ قل لي النصيحه. لازم تكون العجينه رقيقه، كل ما رققناها كل ما طلعت كريسبي اكثر ومحمصه اكثر. ايه بس بتوضح كمان للمشاهدين انه هاي الطريقه اللي بتنعمل بالافران تبع البيتزا المضبوطين، يعني بتنحط العجينه على وين؟ شبك لكم شايف عندك؟ ايه العجينه بتنحط على الحجر يعني بالفرن البيتزا المضبوط بيكون الفرن مثل تبع المناقيش يعني بس بيكون اكيد احدث. نحن هون عم نعملها بالصينيه بالفرن العادي. بس بالعاده بالمطاعم كلها سوا. أوكي. الفرن بيكون او على الحطب او على الغاز، اذا على الحطب بيعطي طعمه كثير طيبه. بتنحط وين؟ على الحجر، على ارض الفرن، هو عباره عن حجر بيبقى. أوكي. حامي كثير، سخن كثير، بتحط العجينه دغري بتقب العجينه. انا مره كنت بسيسيلي بسقليا، بتعرف البيتزا قديش بتضلها بالفرن؟ انا اسرع بيتزا شفتها بحياتي 36 ثانيه كنت طالع البيتزا بالفرن كنت ابدا 420 درجه كان الفرن. بتفوت البيتزا بتشوف النار بتعمل هيك بتقب قبه صغيره الغراض كلها مستويه الجبنه دي بتطلع لبرا. شغله كمان كثير حلوه الفرن لازم يكون كثير حامي كثير الفرن دغري بتطلع البيتزا معي. هيدي رقيناها على الشوبك. اوكي كمان بنعمل نفس الطريقه فيها. اوكي كمان خلينا نفرجي انه نفتح وحده على ايدنا. بس هلا بعد ما فهمنا شغله، ما فهمنا بعد العجينه، بدك تحضر العجينه بعدين. العجينه هلا بعد شوي بنعملها قدامهم. اوكي عم قلت قبل شوي طريقتها كيف وهيك. لا 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 انا بدي اتعلمها. يلا هيدي على معلك يلا. مش ما انا ما بدي انا شايفين كيف انت بتعملها. اوكي يلا بس هلا حتضيعها. انا ضايع. اوكي هيدي العجينه. اوكي شوي بايدنا ضربه صغيره بنرجع نفضها شوي هيك من الطحين. طيب عم الطحين موسخ الدنيا. اوكي صح كرمال ما. اوكي اوكي صارت هيك. طيب ليك شو بدي اقول لك قديه وقت، برافو عليك، قديه وقت العجينه لازم تخمر اقل شيء؟ هيدي العجينه قديش عمر الخميره تبعيتها هلا؟ هيدي صار لها خمرانه ثلاث ايامك. برافو عليك برافو عليك يا حسن. برافو عليك. هذا الطحين بيجوي. اوكي طلعوا كيف بس انه بطريقه. اوكي بس هيدي اكيد ما تعملوها بالبيت بس انه يعني. اوكي مهم هيدي مش الفكره. هلا انت فرجتنا شغله بس هي الفكره انه بده يشتغلوا فيها بايدهم بهالطريقه وصارت عنها مبرومه بنجي بنحط عليها صوص طماطم عادي. اوكي اوكي هذا عشان انا خليني اشوف هلا الفرن. هلا
واو هذه بلشت. هذه 180 على القد. باذنجان؟ ايه هات نطبق او هات نطبق هيدي. لك هلا خلصنا موضوع البيتزا. اوكي. عرفنا كيف تنعمل البيتزا، بس ما عرفنا بعد العجينة بعد. العجينة هلا بعد هلا بعد شوي صغيرة بنعجن العجينة بعد. بنعمل العجينة وبنظبطها. اوكي. او مركبها هلا وبتطلع بنطلع شو رأيك؟ بتطلع خالصة. يلا ركب العجينة روح. اوكي. هيدا الطحين. بالنسبة للعجينة ما بنحط فيها شيء إلا طحين. طحين، ملح، سكر، خميرة، زيت، زيتون. وزبدة. لا شيف طيب لا شيف هيدي حليب بودرة هيدي شيف هيدي العجينة الإيطالية 100% مضبوطة بيض هلا بالبيض فينا نزيد بيض فينا نزيد حليب فينا نزيد سكر زبدة فينا نزيد بدنا إياه بالبيض بس الأصول هيدي هي الأصول بالنسبة لمقادير العجينة هلا بعد شوي بتشوفون على الشاشة وبرجع بقول لكم اياهم بس خلينا نركبها دغري على العجينة لحتى تخلص معنا كثير بقول إنه ما لازم حتى مرات كثير بقول حتى لو ما عندنا مقادير فينا نعملها اكيد فينا نعمل عجينه حتى بلا مقادير بس منقدرها ب براسنا شوي صغيره وبين الملح والسكر هيدي هي هلا لكل كيلو من الطحين انا بحط له شي ملعقه صغيره من الخميره مزبوط كيلو طحين بنحط له جرام خميره جرام اذا بدنا نعملها يعني بيطلع ملعقه صغيره صح بس بنشتغل فيها يعني اذا بنتركها ترتاح منيح بكون بنشتغل فيها احسن بكون بدنا نشتغل فيها دغري العجينه بنزد لها شوي صغيره الخميره قصدك اذا ما نخمرها بسرعه بنزيد لها شوية خميرة بنزيد لها خميرة شوية بتخمر دغري صح اوكي هاي العجينة عم تنعجن هون اذا لاحظتوا ما حطيت زيت بعد الزيت بس تنعجن وتصير عجينة منيحة اخر شيء بحط زيت الزيتون بقلبها زيت الزيتون بيعشق العجين بيعطي نكهة كثير طيبة وبيعطيها كريسبي بالخبز كمان بتطلع محمصة كثير وكثير كريسبي فكرة كثير حلوة كثير حلوة انا بحط الزيت بالاول جرب اوكي جرب الزيت بالاخر بس انعجن يعني اخر بس عجينه تصير عجينه و100% تمام أوكي. حط زيت الزيتون خليها تنعجن معه احسن اخر شيء جرب حبيت. وشوف بتلاقي العجينه أوكي. بالفرن بتطلع كريسب كثير كثير طيب كيف كيف عم يعني هيك رولا ناطرتنا رولا هلا اوكي هذه بالنسبه للعجينه واو هلا هلا جاهزة؟ لا بدها بعد بدها بعد كل ما بتنعجن العجينة بالعجينة اوكي كل ما انعجنت كل ما اخذت وقت اكثر شفتوا كمان حسين بس انه تقول شغلة بس شفتوا حسين حتى انه اذا حط طحين وبعدين حط مي فينا نرجع نحط طحين فينا اذا لقينا انه كمية المي بس وقف انه تصير ما تلزق على ايدنا بتكون جاهزة 100% اوكي هلا البيتزا بلشت تطلع يا سلام يلا هلا خلينا بهالوقت نعمل كم وحدة باذنجان هاي الصوص يلا هيدي هون اوكي لك بس كيف شويه الباذنجانات؟ فرجيناهم للمشاهدين قبل شوي كيف سويناها اوكي للباذنجان ولفينا للسلطه كمان اوكي هلا بنفرجيهم كمان كيف هلا بنفرجيهم كمان كيف بنشوي كمان كم حبه اوكي اوكي هلا شو صار؟ هيدي الصوص هذا الباذنجان اللي نحن سويناه قبل شوي فرجيني يا سلام بدها بس دقيقة بس خليها شوي صغيرة بس ترجعوا المشاهدين لأنه احنا ما يطلع صوت بعد فيديو بدنا نطلع نحن اوكي ماشي يلا هيدي باذنجان حسين بدنا نحط صوص حسين شو شاف حسين هيدي كيف بيعملوها؟ هيدي كمان علمنا المشاهدين كيف بيعملوها بدنا نعملها شوي وحدة بعد شوي ايه اوكي فينا نعمل وحدة بعد شوي شاف هيدي صوص الفليفلة اللي أنت عملتها اوكي صوص الفليفلة اللي عملتها قبل بشوي صغيرة صح هيدي باذنجان المشوي اوكي بنحط عليها هي الصوص الفليفله اللي فيها طعمه الفليفله كثير طيبه هذا انا عملتها اللي انت عملتها شيف حسين هيدي انا عملتها شيف بس هلا انا عم بعملها هيدي انا عملتها شو يا رولا راحت رولا خلص اوكي بنحط عليها صوص اوكي هون عم تعمل لي هلا مثل كانه عجينه البيتزا ما زي ما انت تستعمل عجينه البيتزا استعملت الباذنجان الباذنجان صح اوكي يعني واحد فيها شويه بهالطريقه مزبوط بنحط موتزاريلا نطلع بريك تايم اوت هلا يلا يلا بريك. اوكي بريك. نطلع بريك بنرجع بنكفي اوكي بنشوفكم When I lay my head down Please أنا اسمي نادي صالح بدي السلام
سلام. When I lay my head down. أنا ألكسندر كمان جزيلة بي. وأنا كمان اخترت السلام والبيتزا ورشة ملح. لا حسين انا ما لي قصه هلا شو عم تعمل بهي؟ انا وش عم 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 بلعب فوق راسي؟ ايه اوكي طيب يا حسين تفضلي نحن سوا اليوم اكيد وانت انسان عظيم شكرا. وشاف اسم الله عليك يعني لا واضح ونحن منقدرك ومنقدر شغلك يعني وين صرنا؟ يعني انا شفت انه ما عطيتك لي الباذنجان ما خليتي لي شيء لا شي. بعد الصحن هونيك بس انا فرمت غير شيء يعني اوكي الباذنجانات اللي على جنب ايوه بس شو صوص انه شو جبنه اللي بقلبها الجوتشيز مخيفه الجوتشيز مع زيت الزيتون كثير بتبقى الباذنجان طيب. العجينه كنا عم نعملها وقفناها تنكفيها قدام المشاهدين من تمام شوي صغيره هلا بنحط الزيت نحط الزيت صغيره هلا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل سلة البارميزون اللي عملناها قبل شوي يمكن في مشاهدين هلا انضموا لينا جديد ما شافونا كيف عم نعملها اللي هي هاي السلة تمام روعة يا طيبة هذا البارميزون نحطه هون نحطها بالفرن لحتى شو؟ لحتى تسوح الجبنة وتاخذ لون اشقر يصير بنقلبها على كاسة يصير معنا كمان حلو وهلا شو بدنا نسوي بدنا نطق عملتي لي البيتزا هوني؟ ايه حطيت لك الصوص ايه حطي جبنه حطي تركي حطي الجبنه حطي التركي حطي الحبش على فكره وما عاده ما بيشغلني الشيف شيف انا بدي شغلك معي اليوم انا بدي شغلك معي اليوم هيدي بنحطها بالفرن لا حطيها بالفرن تفضلي حطي الموتزاريلا على البيتزا وهودي بالفرن اوكي هيدي العجينه اطلبوا شيء بعد امسك هيدي العجينه عملناها طلع مش ما تاخذي البيتزا تمزح قطعتها؟ ولا بالزيت مضبوط رح تاخذ الزيت فيها الفرن انت ما ياخذ البيتزا معقول بالنسبة لتقريص العجين كمان بنقطعها بولات صغار يعني حسب حجم الصحن اللي نحن بدنا والمقادير على الشاشة طلعوا؟ المقادير هلا طلعوا على الشاشة معنا يلا عم يطلعوا هلا بعد شوي كمان مقادير هيدي اوكي هيدي انت قول بس المقادير وشو بيطلعوا على الشاشة دغري بيطلعوا لحالهم اوكي لا عملك 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 شوي طير طيران انا وياك انا وياك انا هيك هون طلع كيف علم لي بدنا نعمل هالبوليت الحلوين شفت كيف هلا اعملهم بسرعه طلع ايش هالبوليت اوكي مالي وحده يلا مالي وحده فوف اوكي طيب انت رايك يا حسين سؤال يا حسين سؤال نعم انت حطيت شو اسمه حطيت عم تعمل بوليت ليش عملت بوليت؟ ليه بتعمل بول؟ ليش هودي عملتون؟ سوري بس شو بعملها بول شايف كرمال نعم يا حسب حجم الصينية اللي عندي انا كبيرة صغيرة هيك خلينا نبلش بالسلطة اوكي يا رولا تعال عندي اوكي دقات رولا تعال عندي يا رولا بليز بليز قربي يا رولا عم تطلع على البيتزا تعال رفيق ضيعوا ضيعناكي لا قربي قربي فرجيكي قربي قربي ضيعناكي ايه شوفي 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 هيدي العجينة وهلا شو عم تعمل يا حسين انت عندك هلا بدي بلش بالسلطة اوكي بدي اعمل السلطة هلا جيني بحطها على جنب هلا سلطة خلص بقى هذا الصحن اكثر جبنه اوكي عندنا بندوره حمراء وبندوره خضراء البندوره الحمراء البندوره الخضراء مش يعني مش مستويه لا مستويه وطيبه وبالجنب بس لونها بيجي اخضر وبتطلع كثير طيبه هلا بتشوفوا كيف هذه سلايسات بندوره عندنا 1 2 3 اوكي ناخذ الصغيرة احلى هذا حبش حبش عم نعملها مع الحبش مع هيك يا حسين الحبش فينا نحط معه ماسكربوني اوكي مش عم نسمع يا حسين مش عم نسمع الحبش فينا نحط معه ماسكربوني بتطلع كثير طيبة إذا بدنا هيدي الفكرة قصدك إنه مع الحبش بنحط جبنة الماسكربوني على البيتزا ماسكربوني على البيتزا بتطلع فكرة كثير حلوة وكثير طيبة حطي هيك خلاص طلع كيف هلا هي البندورة بنحط الباذنجان اللي حشيناه هيك هلا بنحط سلة البارميزون اللي عملناها كمان هلا عم نعمل هون حسين هلا هون شو شو في عنا بالفرن؟ عنا الباذنجانات اللي عليهم الصوص الفلافي الحلوه مع كمان مع الجبنه عنا البيتزا وعنا كمان البارميزان عنا البارميزان البارميزان yeah. بدها وقت لحتى تدور حلو هذا طيب اوكي هيدي حط جبنه من فوق حط انا من تحت حط انا من فوق بتدوب هيك من تحت بس ليك روح روح شوف حسين شو عم يعمل شوف حسين شو عم يعمل تعي شوف فيرولا هيدي السلطه شوف حسين شو عم يعمل روح روح شوف حسين نعمل شو انا بعرف خايفين كده حط لك شيء
يا إلهي. بس أوكي روكا أوكي حطهم مع بعضهم. هيدي صحية كتير بالنسبة لهي السلطة، ما حاحط عليها صوص لا حامض ولا خل ولا بلسمك ولا أي شيء. شو بدي أحط عليها؟ زيت زيتون. بس زيت زيتون. طيب شو قلت؟ ما بدي احط عليها. ما بدي احط عليها. حبيت؟ اوكي. بنحط شو حبق سوري. طيب ما خصك بس. هي هيدا لك. هيدا لك. اوكي. بس زيت زيتون. يا ماما محل ما يسري يمري شف بتعرف بتعرف يمري. فينا نحط رمان، حب رمان هون كثير طيب بيطلع معه والله. ايه ما مش غلط، انا مع كل الاحتمالات. المهم تذوق ايه المهم نذوق وتصور بتعرف هيدا السلاد فينا نحطه على جنب. الله يخليك على جنب بطني يعني. لا هلا خلينا هلا خلينا شوفوها بالاول. ها عليك الشيف شادي. ها ماشي شفتوها لانه ما بقى تشوفوها اخر مره حتشوفوا هيك شيء. اوكي هلا بدنا نشوف الفرن شو صار معنا بالفرن. اوكي انت خذي السلاد خلص رح شغل. خذي السلاد ما عندي مشكله خذي السلاد. بدي اقسم ولا معك تقنى اليوم لك اي تقسيم؟ ليك شوف الوضع عندنا هون. يلا نعمل اول شيء. ليك البيتزا كيف جاهزه؟ شو حسين كيف الوضع؟ يعني بدها بقى شوي صغيره. يلا الحراره شوي صغيره. اوكي وهيدا هون هيك الجبنه بس تسوح نقلبها بنعملها كيسه 100%. هلا هون هلا اذا في عندنا بدي اياك تقدم بس هول. رح اعطيك اياهم انا هول الصواني وتقدمهم معاها. تفضل رولا. ايه انا تفضلي لهون. تفضل تفضلي لهون. ها بس رح اقدمهم بصحن كمان كثير حلو. يلا وهيدي البيتزا كمان دخلت هلا صحيح. هي ما رح تجهز يا رولا ويا حسين بس حدا رح ياخذها معه على البيت. ما رح نقول مين. ها ما في مشكله ما بنختلف نحن. ما بنختلف ابدا ما بنختلف. اوكي تعي شوفي هودي. بتعرفي الوضع الوضع السياسي بالبلد مش منيح. عزة مزمن وغير. اوكي الوضع السلام وضع السلام شغله صعبه صعب. بس نحن بدنا السلام. بس نحن بدنا السلام. نحن بدنا انا بقول وانت قولي وراي. نحن بدنا أوكي. السلام. نحن بدنا نتعلم. نحن بدنا نتعلم. ممنوع انسان يكون بلا مدرسه بلا علم بلا اكل. ممنوع انسان ما يقول انا بدي اطلع الاول بالمدرسه. مزبوط. ممنوع انسان ما يستعمل عقله والحضاره اللي نحن فيها. طب خلص حتفل مش عارف معك يا فيك رجال حرام. عايزك فيك تقول شيف كمان ممنوع ناكل نحن عم نشتغل. اوكي مزبوط. اوكي وكمان بتعرفي انه اهم شيء كمان بالسلام هو الاكل. صح. لانه نحن 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 بنجتمع. برافو عليك كرم. نهار الجمعه عاملين حلقه الفود فور بيس او الغذاء من اجل السلام. انا معك بتطوش وان شاء الله يا رب انت ما تكوني الا معي يا رب. أنا. اوكي بس أنا بحطك بالجو. اوكي هلا هون هذا بتوب ولا بلشنا نطلع. ايه اوكي هلا شو بدي بس بدنا نعطي افكار هون. اذا ضل عندك بتنجاني. اوكي اذا عندك بتنجاني بس هلا هون اعطيه فكره كيف فيك تحط عليها من فوق الروكا والبارميزون. اوكي فهمت علي كيف؟ يعني نحن بالعاده بنحط بريزاولا او بنحط روكا. بس اعطيهم فكره للمشاهدين. اعطيك انا صحنين فينا هيك اعطيك صحنين اعطيهم فكره حلوه كثير. لوين هدول الرولا كمان؟ هدول لا اكيد مش الرولا لا. يلا اوكي تفضل هون اعملهم. اوكي وانا عندي الكيسه هلا جاهزه. هيدي الباذنجاني وهيدي وحده ثانيه. هلا انا حطيت مع بس زيتون. فينا نحط فطر فينا نحط فلايفلي فينا نحط اللي بدنا اياه. بيتزا كانه عم بعمل بيتزا بس بدل العجين شو؟ باذنجان. يا عيني عليكي. اوكي هون فينا نحط روكا. حسين خد لفت لك اياها بالحبش. واو برافو خد لفت لك اياها بالحبش. هيدي فكره حلوه. لا لا اي فكره كثير حلوه. هيدي فكره لالي انا. هيدي انا كثير بحب انكم تتنافسوا وكل واحد يعطي افكار اكثر يعني. ايوه وانت لانه انا هون انت شو انا اخرتها يعني. بحب لبيكم طلباتكم ودوء. ابدا ابدا. اوكي بارميزون هلا اذا سلايس بارميزون بيطلع كمان على فكره رائعه. هيدي هيدي كثير طيبه بتطلع. البارميزون نكهته كثير طيبه وكثير حلوه. اوكي هودي كمان الشيف شادي حط معهم تركي تركي اللي هو الحبش. اوكي هون فينا نروح
لعندك كمان كمان بس نشوف كلهم هودي كلهم لإلك هودي كلهم لإلك رح نحط لك واحد هون هيك معك ورح نحط واحد هون فوق الصوص بهالطريقة هيك وهلا الفرن كله لإلك يا انا ما بقى اقدر شيء لا بقى اشتغل شيء لا بقى اعمل شيء لانه هلا اجت البيتزا تبعيتي اجت البيتزا تبعيتي اوكي اجت البيتزا تبعيتي لك لك يا حسين جو يو واحد اثنين يلا ممكن شف ممكن شف بالبيت اكيد عملها وانا شوي بتعرف شو رح نعمل بس رح نعمل شغله هلا لانه انت يا حسين منك بعد ضليع هون بالموضوع ليك الضلاعه ما اجملها الضلاعه هون ما اجملها بهالطريقه هيك اضلع اوكي فيني هلا انا هون اوكي هي طلع كيف فيني فوت بالموضوع كله سوا فيني فوت هيك طلع كيف يا سلام جميل طلع كيف كيف طلع طلع على البيتزا كيف لكن بتذكر انا بس كنت انقل عن رفقاتي انا وصغير كانوا يعملوا هيك بس هيك بتذكره اوكي طلع يا حسين كيف وضع عندك؟ ناطرين بس البارميزون كيف وضع البارميزون؟ البارميزون بدها خليك هونيك دقيقة واحدة وبتطلع خالصة معنا طلع هون كيف وهيدي شرائح البيتزا بطريقة كمان كثير حلوة واحد وهيدي هون اثنين شو؟ روعة بيتزا متضايق هلا حسين متضايق هلا ليه؟ لا لأنه خدني له بيتزا تبعي هو أصلاً قلبه كبير بحب ايه قلبه كبير اليوم تعرفت عليه عشان ما تحكي عليه مظبوط لذيذ مبين من سبحان الله في دغري عالم عندها فايبس دغري دغري المكتوب بينعرف من 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 اللي بعته من اللي بعته ايوه من أكلته طب ليك اذا واحد بده يعملهم صغار في يعملهم صغار ما هيك فينا نعمل صغار بنقطعهم بالمقطع نرق العجينه مثل ما رقيناها بالشوبك بنقطعها بالمقطع نحطهم بالصينيه ونشتغل فيها مثل ما بدنا اوكي هلا هول على الصحن هودي لك حبيبي هودي لك بشرفك دلع دلع انا انا بفرقهم وانت عم تقول سلام انا بعمل حرب وانت عم تقول سلام ما في خلينا ندلعها شوي صغيره ما لها شيء ياي حبيت الموضوع انا هون ما حبيت الموضوع ولا حبيت الموضوع اوكي بارميزون يلا حتى على ايش البارميزون يلا بارميزون ثانية وحدة بتكون عندنا يلا ها طيب حسين عندي سؤال تفضل شوف الخميرة إذا كترنيها أوكي لأنه فيهن بيعملوا العجينة بيعملوها عالية بقلب البيت أوكي أنا عندي دايما بقول أنا إذا بدي أعملوا العجينة عالية شو بنعمل؟ بنحطها أول شيء بالفرن وبعدين بنحط عليها المواد مزبوط هذا الكلام؟ إذا العجينة سميكة كثير سميكة إنه عالية أنا قصدي سميكة أنا بنصح تنخبز نص خبزة بالأول العجينة بالفرن وبتطلع إذا بحط أي مواد لأنه أنت بس تحط عليها تقل ما عاد بتنفخ معنا او ترفخ معنا بضل قلبها عجين لكن اوكي لكن فهمنا هيدي نصيحه لانه كثير عالم بيعملوها مثل بيتزا التاليو بايطاليا بيعملوها عالي اذا عملتوها عالي حطوها اول شيء العجينه لوحدها بالفرن بعدين بتحطوا عليها المواد يلي بدكم اياها تنخبص نص خبزه بترجع بتعمل نحن هون جاهزين يلا لكن صار عندنا هون هذا الصحن الاول الصحن الاول انت هلا امنت على حالك اللي على الكرسي الصحن الاول الباذنجان مع البندوره مع الموتزاريلا طلع اول شيء خلينا هون نكون مع مين مع حسين تفزغيدي عم يعمل هذا الكاس اللي عملناه اوكي لك هلا الكاس كيف معلش ما في مشكله فرطت بس عملنا اثنين قبل شوي شافونا المشاهدين تركها تركها شوي صغيره ها طلع شو حلو يا حسين اوكي هلا شو بدنا نعمل بدنا ننطر نحن هلا شوي صغيره طلع كيف ننطر شوي صغيره نعمل بهالطريقه هيك واو لازم تسقع معلش تسقع بس انه يعني فهموا هون الموضوع اوكي انه نحن اول شيء من بنسخنها بعدين بنعملها صح اوكي شو بدي اقول شو عندك بعد بدك تقوله هيدي البيتزا العجينه صح لا هيدي البيتزا ما حدا يقرب عليها ما حدا حيقرب بالنسبه للبيتزا العجينه حكينا عنها وشافوا المقادير على الشاشه بالنسبه لانواع فينا اي نوع فينا نعمله بالبيت بنعمل شو شو ما بيخطر بالنا فينا نعمله نعم. بالبيت مع جوت تشيز مع تركي مع مرتديلا مع انا بقول وحده وانت بتقولي وحده يلا قد ما بيتزايات قد ما مرتديلا بيستو حبش شو اسمه ديك رومي هو حبش بدنا نتنفس شو في عم نتنفس حتى الشوكولا وبنان وموز وكيوي والقصص كلها هيك وشوكوبان حتى في شغله في شغله كمان شفها الموتزاريلا تبع البيتزا حط على العجينه وحط عليها شوكليت 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 بلاك دارك شوكليت الشقف هيك او شوكولا بلوم وكبها بالفرن اكيد مش كبها يعني بتطلع كثير طيب الشوكولا مع الموتزاريلا انا معك كثير طيبه كثير طيبه والباذنجانات كمان فيكم تعملوا كوسه مشوي محلها نعم صح الباذنجان لو بقي عندنا شوي كنا عملنا لهم بارميجانا اوكي على كل حال انا حسين انا بشكرك
بس كثير على الحلقه الحلوه وعلى المعلومات الحلوه. بس بحب اخبركم انه شو صار. ايه خبرنا ايه بلكو ياي صحن جاهز. اه شفت صحنك. اوكي على كل حال انا مع السلام بس رح اتشك عليكي واتهمك بالسرقه. كون اكلت ما في مشكله. على كل حال يعني يعطيكم العافيه. ثانك يو لك شيف على الاكلات الطيبين طبعا. ثانك يو لك على طول. اما هلا رح نختم ان شاء الله تكون انبسطتوا. بليز ما تنسوا انكم تبعتوا لنا فيديو تقولوا لنا انا اخترت السلام فيه على مواقع التواصل الخاصه فينا. باي نشوفكم بكره. انا بشوفكم الجمعه.